الله يصبحكم بالخير. اليوم اليوم الثاني من بطولة مرمي مسابقات الطلع. مثل ما تشوفون اليوم تأخرنا بالانطلاقة، كان علينا مثل الضبابة والرؤية غير واضحة. ويوم بلشنا الساعة 10 بدينا، جانا عج وهواء قوي، فحاولنا أن ندش بأول مجموعة، لكن شفنا الموضوع ما يساعد، وإن شاء الله عجلناهم بلغهم إن شاء الله الموعد. جاي مختار حمامة إن شاء الله مذبوحة. يلي تجي مربي على غير تجهيز قلبك بيبطي فيه مربي تراها اكبر بطولة وتعزيز اللي لهم في نقلة الطير عزا يا راعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم حلمي سلطان الحميدي رئيس لجنة هدد التحدي. اليوم المجموعة الثانية، حضر عندنا 26 متسابق، والحمد لله عندنا 5 متأهلين. عرض الشواهين اليوم كان جدا مميز، امتعتنا وامتعت الجمهور وامتعت اللي يتابعون من خلف الشاشات. الحمد لله رب العالمين، ونسأل التوفيق لنا ولهم حق الجميع الجاي. زمان طب في المين.